Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de 5e année primaire. Nous allons réchauffer la leçon de grammaire, page 50. Je lis et j'écris. Aqra wa aktub. Le complément de ton, quand. يعني ظرف الزمان الذي نتعرف عليه من خلال السؤال متى. Vers chez nous. يعني إلى بلدنا. Tous les mois d'août, les bateaux naviguaient entre Marseille et Oran. كل أشهر أوت البواخر تبحر بين مارسيليا ووهران. Par ces bateaux, je reviens chez nous. يعني من خلال هذه البواخر أعود إلى بلدي. Dans ces villes vivantes et odorantes. في تلك المدن ولا في هذه المدن النشيطة والعطرة. Les voitures roulent vite, les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. يعني السيارات تسير بسرعة ولا تنطلق بسرعة والسائقون يطلقون أبواق سياراتهم والأطفال يعني يشعرون بالقلق. المصدر دابخي أزوز بقاق ان ترين بور شي نو الجي 2006 باج 25-27. يعني هذا هو المصدر اللي استخرجنا منه هذه الفقرة. نعاود القراءة الأخيرة. فير شي نو تو لي موا دوت لي باتو نافيغي اونتر مارسيي اي اورون بار سي باتو Je reviens chez nous, dans ces villes vivantes et odorantes. Les voitures roulent vite, les chauffeurs de taxi klaxonnent et les enfants s'agitent. Première question, lis le texte puis réponds à la question. Quand les bateaux naviguaient-ils? اقرأ النص ثم أجب على السؤال. متى تبحر البواخر؟ alors الجواب راه مكتوب في تحت السؤال. les bateaux naviguaient tous les mois d'août. يعني البواخر تبحر في كل أشهر أوت. tous les mois d'août هذا c'est un complément de temps. يعني كل أشهر أوت هو عبارة عن ظرف زمان. إذا كما تلاحظوا في النص بدينا تو لي موا دوت من بعد ذكرنا لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال لي باتو نافيغي اونتر مارسي اي اوران. بالنسبه للجواب هنا انهينا الجمله ب سي سي دو طون. اذا واش نستنتجو باللي لو كومبليمون دو طون هذا peut-être déplacé. يعني نقدروا نغيروا له المكان تاعو. يا إما نبداو به ونحطو فاصلة أو نكملو به في نهاية الجملة. Donc il est déplaçable. Deuxième question. Relis le texte. أعيد قراءة النص. Que font les voitures, les chauffeurs de taxi et les enfants? يعني هنا ثلاث إجابات. ماذا يفعل؟ ماذا تفعل السيارات؟ وماذا يفعل السائقون لي شوفور؟ وماذا يفعل الأطفال؟ يعني هي جملة واحدة فقط تحتوي على ثلاث عناصر. نشوفوها هنا في النص. هاي alors les voitures roulent vite. les voitures roulent vite هذه واحدة. لي شوفور Les chauffeurs de taxi klaxonnent. Les chauffeurs de taxi klaxonnent. Hadithni, سؤال آخر حول الأطفال. Les enfants s'agitent. Les enfants s'agitent. Troisième question. Dans la dernière phrase, souligne les verbes sans complément. يعني في الجملة الأخيرة سطر الأفعال اللي ما عندهاش مفعول. alors هنايا شوفوا عندنا اولا غول تسير
بعدها كاين اسيسي دو مانيير كومون رول لي فواتور ال رول فيت دونك ما عندهاش ان كومبليمون. هنا لي شوفور دو تاكسي كلاكسون انتهت الجمله ما كانش ان كومبليمون. بعد لي زونفون ساجي تاع الاطفال يشعرون بالقلق ما كانش ان كومبليمون. دونك الافعال هي رول pardon عندنا رول لي فيرب سون رول كلاكسون اي ساجيت. هادو هما الافعال الثلاثه اللي ما عندهمش ان كومبليمون. نشوفوا لا ترويزيام كيسيون باردون نشوفوا التمرين اللي بعده لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. هنا رايحين نهضروا على ادوات الاشاره. لي لو ديالوغ افيك تي كاماراد اقرا الحوار مع اصدقائك. ياسين بار تران اون فوا دو بو بيزاج. قالو ياسين قال من خلال القطار نشاهد المناظر الخلابه. يوسف اوي جو ريغارد سي بيل سيغوني بلونش سور لي زارب. نعم انا ارى هذه اللقالق الجميله البيضاء فوق الاشجار. نشوفوا الاسئله حول النص. كو فوا ياسين بار تران ماذا شاهد ياسين من القطار. ياسين فوا دو بو بيزاج بار تران شاهد المناظر الخلابه. دوزيام كيستيون كوبسيرف يوسف ماذا شاهد يوسف. كما تلاحظوا فوا سينونيم تاعها اوبسيرف يلاحظ او يشاهد. يوسف اوبسيرف سي بيل سيغوني بلونش سور لي زاربر. ياسين شاهد تلك اللقالق البيضاء الجميله فوق الاشجار. هادو لي ديتيرمينون ديمونستراتيف شفتوهم في المحور الاول. هنا نعاود نشرح فقط شرح خفيف. عندنا لو سينغولي لو بلوريال عندنا ماسكولين فيمينا. الوغ ماسكولين هي نقولو سو فواياج كيبدا لو نون بار اون كونسون كيبدا الاسم بواسطه حرف ساكن. هنا سيت انيمال شوفوا انيمال بدات بار اون فوايال ما حطيناش سو ما نقدروش نقولوا سو انيمال نحطوا سيت اللي عندها تي وحده لانه هذه خاصه بالاسماء المذكره المفرده التي تبدا ب اون فوايال ولا اش موي كما نقولوا سيت اوم هذا الرجل اوم تبدا بالاش. بالنسبه للمؤنث رايحه تكون سيت يعني هذه تي اللي عندها تي وحده نحولها للمؤنث تعود دوبل تي او. اذا المذكر سو قبل الاسماء التي تبدا بالكونسون سيت بتي وحده قبل الاسماء التي تبدا بون فوايل ولا اش موي المؤنث هو سيت افيك دوبل تي او. اذا حولنا هذه الاسماء ثلاثه الى الجمع نشوفوا التحويل تاعها سو بيزاج ترجع سي بيزاج يعني اضفنا اس لسو وبيان سور الاسم نضيف له حرف الاس. سيت انيمال الجمع تاعها كيف كيف سي زانيمو سيت الجمع تاعها سي. اذا الاستنتاج سو سيت بحرف واحد تي واحد ولا سيت بدوبل تي او الجمع تاعهم هو نفسه اللي هو سي سي او اس. نعاود اذا حولنا سو سيت دو ماسكولان سيت دو فيمينا او بلوريال يعني يكون عندنا تكون عندنا لا ميم ريبونس اللي هي سي سي او اس. سانكيام كومبليت لو ديالوغ بار سي سو سيت اكمل الحوار ب سي
سو سات. نعاود نذكر سي هذه تكون قبل الاسم في البلوريال، سو تكون قبل الاسم المذكر الذي يبدا بان كونسون، وسات للاسماء المؤنثه. مرسي نيسا. كومبيان كوت ستيلو بلو؟ alors ستيلو بلو هو اسم singulier masculin. احنا قلنا singulier masculin نحطو ce. alors ce stylo. combien coûte ce stylo bleu? le vendeur البائع. le stylo bleu coûte 20 dinars. القلم الازرق ثمنه 22 دينار. maman tu prends aussi gomme. الام قالت لوليدها هل تاخذ ايضا الممحات؟ غوم هي مؤنث، نقولو اون غوم دونك مؤنث. المؤنث قلنا نحطو له سات افيك دوبل تي. tu prends aussi cette gomme ما سينيسا؟ non merci maman. لا لا يا امي شكرا. j'achète ces marqueurs. ساشتري لي ماركور. هذه ماركور انتهت بالاس، اذا نضع سي تاع الجمع. نعاود قراءة الفقرة. ما سينيسا كومبيان كوت سو ستيلو بلو؟ لو فوندور لو ستيلو بلو كوت 20 دينار. مامون tu prends aussi cette gomme؟ ما سينيسا نو ميرسي مامون j'achète ces marqueurs. نروح لإكزرسيس 6. écris deux phrases pour présenter à ton camarade ce qu'il y a dans ton cartable. يعني اكتب جملتين لتقدم لأصدقائك ماذا يوجد في المحفظة. alors هنايا السؤال راهو بسيط جدا، ولكن نحاول نكتب لكم فقط. المهم انكم تعرفوا تكتبوا الكلمات، تكتبوها صحيحة. يعني الكلمات اللي راح نستعملوهم يجب ان تكون كتابتها صحيحة. alors نكتب العنوان dans mon cartable، في محفظتي. وقال جملتين يعني فقرة قصيرة. alors dans mon cartable نعاودها. dans mon cartable il y a par exemple des livres. des cahiers de leçons araris الدروس. واش كاين ثاني؟ une ardoise. une ardoise une نحطو اي une trousse pleine de stylo. هادي نعاود dans mon cartable. dans mon cartable il y a des livres des cahiers. هنا دي ليفر سكولير سي فو فولي، كتب مدرسيه طبعا ماشي خارجيه. دي كايي دو لوسون اون اردواز اي اون تروس بلين دو ستيلو. لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب. ميرسي دو مافوار ايكوتي. على لا بروشان.